بطبيعة الحال هذا الموضوع أخذ سنوات من المشاورات على مستوى لجنة تقنية تم إحداثها من مختلف الفرقاء. رفعت مذكرة هذه السنة إلى السيد رئيس الحكومة، وعلى أساسها اجتمعت اللجنة الوطنية وصادقت على جوج ديال الأمور مهمة. أولا تمت المصادقة على منظومة القطبين كإصلاح شامل لنظام التقاعد، قطب عمومي وقطب خاص، ولكن هذا إصلاح غادي يمشي متوسط الأمد. في المقابل هناك اشتغال داخل الحكومة، والآن مجموعة من السيناريوهات حاضرة تم تحضيرها تتعلق بالإصلاحات المقياسية لنظام المعاشات المدنية ديال الصندوق المغربي للتقاعد، لأن هذا الصندوق كما يعلم الجميع سيعرف عجز ابتداء من هذه السنة، بحيث هذه السنة هذه المجموع ديال التمويلات ديالو 14 ديال المليار، في المقابل ديال المجموع ديال الالتزامات ديالو 17 ديال المليار، غادي يخلص 17 ديال المليار، في المقابل عندنا موارد ديال 14 ديال المليار، وبالتالي غادي نستعملوا باش نشدوا هذا العجز سنستعمل العوائد ديال الموارد الماليه لي زانتيري اللي تيجيبوا من 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 التوظيف ديال الموارد الماليه. السنه المقبله مع استغلال العوائد والفوائد الماليه غادي ندخلوا في عجز حقيقي ديال مليار و400، وهذا العجز سيصل 21 مليار في افق 2021، وهي السنه التي ستتوافق مع نهايه يعني التوظيفات التقنيه. وبالتالي اليوم كاين سيناريو جاهز عند الحكومه يتعلق بتمديد الاجال وتمديد الديمومه ديال هذا القطاع حول مجموعه من المقاييس، تهم السن ديال التقاعد، تهم الحصه ديال التقاعد، تهم النسبه ديال الالتزامات بما فيها الالتزامات ديال الدوله، لان هذا الاصلاح سيكون له كذلك عبء على الماليه ديال الدوله، بحيث الالتزامات ديال الدوله غادي تضاف. وبالتالي عندنا مجموعه من السيناريوهات سنعرضها في الاسابيع المقبله على الفرقاء الاجتماعيين من اجل. شكرا سيد الوزير. سيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، شكرا للفريق الحركي على هذا السؤال. ما أريد أن أوضحه بهذا الخصوص أن النظام ديال المعاشات طبيعة الحال المستوى ديال المعاشات محدد بالجانب القانوني، وغالبا ما مستوى المعاش يتأثر إيجابا لأنه يأخذ بعين الاعتبار الوضعية النظامية للموظف والتدرج ديال الموظف في وضعيته النظامية، والتي غالبا ما تكون قبل الإحالة على المعاش تكون وضعية نظامية، ومن ناحية الراتب تكون وضعية جيدة بحكم التدرج والترقية، وبالتالي هذا الأمر يساهم في الرفع من معاشات المتقاعدين، إذن هذا أساسي. المسألة الثانية أن يعني المتقاعدين يستفيدون كباقي المواطنين من التخفيضات التي تعرفها الضريبة على الدخل، والتي كانت في السنوات الأخيرة تخفيضات مهمة وبالتالي استفادوا منها. المسألة الثالثة هو أن الحكومة السنة الماضية أعادت النظر في نسبة الخصم الجزافي من المبلغ الإجمالي للمعاشات والإيرادات اللي كان في حدود 40% وتم رفعه إلى 55%، واستفاد من خلال هذا الإجراء أكثر من 76500 مستفيد، أكثر من 76500 مستفيد، أغلبهم أصبحوا غير خاضعين نهائيا للضريبة على الدخل، وهناك زيادة متوسطة في الشهرية ديال المعاش وصلت 341 درهم، 341 درهم، وشكراً.